عليكم، أعطيكم العافية. إحنا الآن في مدغشقر وموجودين عند أحد المساجد اللي مساعدهم فيها USAID. سبحان الله، USAID. anyway، مش عارفين ندخل للمسجد، يمكن من وراء المدخل. أحاول من هون. أيوة، مفتوح. جميل جدا هذا المسجد. في عدد من حوالي 15% من سكان مدغشقر مسلمين. مش عارف كيف ندخل احنا. مسكر المسجد بجنازير، لكن هنحاول. سبحان الله، مركز اهل البيت مسجد الامام حسن المجتبي، اعتقد للاخوة الشيعة. لكن شيء جميل أن يكون في مسجد في منطقة زي هان. للأسف يمكن مغلق لأنه ما في صلاة. بدي أحاول أصور لكم جوا. خليكم معي دقائق، خليني. طبعا حاولنا ندخل، للأسف ما استطعنا. هذا هو أماكن الوضوء. يعني ما بعرف إذا مستخدم أماكن الصلاة في الداخل، لكن شيء جميل أن يكون هناك دور عبادة. طبعا هذا اللي بتتميز فيه مدغشقر، هي عبارة عن دولة فيها عدد من الديانات وكلهم بعيشوا بسلام وأمن الحمد لله. هذا ما يجعلنا جميعا أنه ننظر لهذه الدول. سبحان الله.